هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه القائد العام لقوه دفاع البحرين بمناسبه فوز مملكه البحرين بالميداليه الذهبيه في سباق ألاف متر موانع للسيدات في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024.